صدفتني النهارده في العياده الاسبوع ده كانت قصص لذيذه قوي. مثلا كانت عندي ام ماشيه على رجيم كويس جدا، بتتابع ايه بس مش راضيه تخس. قعدنا نتكلم من هنا لهنا، اكتشفت ايه؟ ان هي تاخد الولاد، هي ماشيه على رجيم بتاكل اكلها، بس تاخد الولاد وتخرجوا حته هم يطلبوا هي ما ترضاش. تمام، اميره، بس تاكل كل اللي يفيد منهم، ثلاث ولاد كل اللي يفيد هي تاكله، تك تك تك. كانت ايه النتيجه؟ انها مش راضيه تخس، لا وبتتخن. مجرد ما شلنا العنصر ده، السعرات الزياده اللي هي بتاخدها، طبعا الدنيا اتظبطت وابتدت تخس. فطرق اللي احنا بنتبعها للرجيم بيبقى فيها غلطات صغيره، السلطات دي هي اللي بتخلي النظام يفشل ونرجع نزيد تاني. عشان كده مهم قوي ناخد بالنا من كل لقمه بناكلها، وخاصه ان احنا الصيام وبعدين داخل علينا العيد. يعني كانت عندي اموره بنت كانت 95 كيلو نزلت ل 65، فرحانه جدا. كان اكبر دافع ليها ان كان عندها فستان نفسها تخش فيه وتعرف تلبسه، فكنت اتفقت معاها ان هي هتحطه قدامها بحيث انه يبقى حافز دايما مفكرها ان هي عايزه توصل للمقاس ده، وفعلا وصلته. وبنثبت طبعا دلوقتي، وخاصه ان احنا داخلين على ايه؟ فتره الصيام وبعد كده العيد، فالحافز بقى اقوى كمان.